هنعمل مع بعض فطير شرقي خطير، مش هتحتاجي ان انت تشتريه من بره تاني. اهم حاجه حطوا اللايك على الفيديو وتوصلوه لاكبر عدد ممكن من المشاهدين. اول حاجه هنجيب كيلو دقيق، هننخله ونحط عليه نص معلقه ملح وربع معلقه سكر، وهنجيب ميه عاديه خالص من الحنفيه وهنضيف عليها ربع كوبايه لبن. الكيلو الدقيق حوالي 7 كوبايات دقيق، هنحط عليهم من كوبايتين لكوبايتين ونص مية ونعجنهم لحد ما يمسك معاكي. طبعا المية دي على حسب نوعية الدقيق اللي معاكي، فممكن تزيد وممكن تقل. هتعجني فيها لحد ما العجينة تبقى نظيفة جدا وايديكي ما تبقاش فيها اي حاجة من العجينة. اهم حاجة بقى تعجنيها كويس جدا وتبقى ملفق معاكي. بتركنيها وتسيبيها ترتاح، وبعدين تقطعيها 4 كور على زي ما انت عايزة. بالعجينة دي هنعمل الفطير الشرقي وهنعمل فطير المشلتت. هنركنها على جنب. هنعمل بقى الخلطة بتاعت الصدق، نقطع الصدق بتاعنا ونضيف عليه البصل والفلفل الألوان ونشوحه مع طماطم 10 دقايق وندفع عليه. هناخد بقى العجينة اللي ارتاحت معانا ونفردها. بنكون مجهزين سمنة على زيت، سمنة بلدي طبعا والمتاحة عندك، ونفردها بالشكل ده. يستحسن ان احنا نفردها على صينيه او ترابيزه كبيره علشان تفرديها كويس وتبقى سهله معاكي جدا. كل ما تسيبيها مرتاحه هتفرد معاكي اكتر. هنضيف هنا الحشوه بتاعتنا بعد ما نكون تنينا الفطيره وهنعملها كونو. هنحط الحشوه بتاعتنا مع اي انواع جبن، مع جبنه موتزاريلا، ونفردها كده ونسيبها ترتاح، وبعدين نفردها في الصينيه نحطها في الفرن يكون